نحن الآن بالقرب من جسر السنك ومن ساحة الخلاني. هذه المنطقة التي أبى المتظاهرون أن يتركوها بعد أن قدموا دماء كثيرة وزكية وطاهرة على مذبح الحرية، لأنهم يبحثون عن حياة وعن وطن يريدونه بكرامة ويريدونه بعز ويريدونه بشرف. هذا المكان يمكن أنا صورت من عنده حلقات متعددة في كل مرة أعود إليه لكي نجدد التضامن مع هذه التظاهرات ومع الشباب ولنرى كيف يمكن تسير الحياة هنا. واليوم يعني أريد أنقل صور من الواقع للذين قالوا أن الحياة قد تعطلت في هذه الأماكن، لأن هنالك صناعة للتهم بالنسبة للمتظاهرين وبالنسبة للثوار. السيف أصدق أنباء من الكتب. عندما تكون أنت تتحدث من وراء أبواب موصدة وكواليس وصبات كونكريتية ومنطقة خضراء ومناطق مغلقة، أكيد أنك تتوهم كثيرا وتخطأ كثيرا، ولكن الواقع يقول غير هذا. الواقع يقول هنالك شباب وهنالك حياة، وهنا تصنع حياة ولا تشل الحياة. فاللي نرجو دائما، وهذا خطاب بالنا وهذه المرة بلا رجاء، سنفرض هذا الخطاب فرضا على الذين ما زالوا يكذبون ويصدقون أكاذيبهم. هنا الكاميرات معي، هذه المحلات شلون مفتحة، هذه الأسواق شلون مفتحة، الكل يمارس. أنا يمكن إذا صار مجال راح أشوف من المحلات للي يقولون المتظاهرين حرقوا، للي يقولون سرقوا، للي يقولون باقوا. أيضا يمكن وأنا أصور هذه اللقطة المؤلمة لأحد الأبطال الثوار اللي إجوا من الناصرية حتى يعلنون عن غضبهم وعن امتعاضهم لمستويات القتل اللي تصير لشبابنا اللي خلدوا أسماءهم بالبطولة وخلدوا أسماءهم بالرجولة، وإلى القتل الذين امتدت أيديهم القذرة لقتل هذه الشباب. قايلها أنا من سنين وراح أقولها وراح أكررها، والله لو تقتلون الشعب العراقي كله لن يتراجع عن حقوقه وعن مطالبه. وشفتوا الناصرية سوت، وشفتوا شباب الناصرية سوت، وشفتوا شباب كربلاء في فلك التربية سوت، وشفتوا البصرة، وتشوفون بغداد. أي حاكم عبر التاريخ انتشي على مقواره ومديده على شعبه ونجاح؟ ذولا باكر لما توقفون أمام رب كريم وتسألون ليش قتلتوهم، ليش انكتلت هاي الشباب، انكتلت هاي الشباب حتى تتمسك أنت بالكرسي؟ وأي كرسي وأي لقمة خبز تأكلونها ملطخة بدماء الشباب؟ وشلون راح تواجهون شعبكم؟ وباكر راح تواجهون الله سبحانه وتعالى عندما يصبح القتل منهجا للشباب. وده تشوفون لما صارت بالناصرية خلال هاي اليومين الشعب ما رجع، الشعب كله طلع.